المناورات الإيرانية هي مثلها مثل أي مناورات تقوم بها أي دولة، تستعرض فيها أحدث ما لديها من تقنيات وقدرات عسكرية وتدريبات إلى آخره. لكن المشكلة، هل هي تستخدم هذه الأدوات والتقنيات والقدرات العسكرية والتدريبات في ضربات حقيقية ضد إسرائيل مثلا انتقاما مما حدث؟ لا أعتقد. إيران حتى اللحظة تقوم بحساب كل شاردة وواردة في علاقتها مع إسرائيل، حتى لو كانت تعرضت لضربات شديدة، لأنها لا تريد أن تفتح على نفسها بوابة مواجهة مباشرة مع واشنطن أكثر من فكرة الرد فقط على إسرائيل. وهذه هي المسألة اللي أعتقد التي تحرك الرد الإيراني وتجعل إيران يعني حتى اللحظة متوترة نوعا ما في تحديد ماهية الضربة ووقتها. لكن هل من الممكن أن يقوم الإيرانيون بالاستغناء عن الضربة؟ من الممكن طبعا أن نعم. يرجعوا في تخطيطاتهم ويعني ما أعلنوه سابقا إعلاميا، لكن هذا سيتطلب رجوعا من المرشد الأعلى الإيراني في حد ذاته، لأنه هو نفسه الذي أكد أن سيكون هناك رد إيراني قوي وشاق وإلى آخره.